لكن نعود مرة أخرى إلى ما هي أهداف الاستدامة البيئية. أهداف الاستدامة البيئية أولا توفير الحاجات المجتمعية، بمعنى أن هذا المجتمع الموجود العائش الحي نوفر ما يحتاجه من مياه، من هواء نظيف، من مواد للأكل وغيرها، الحاجات اليومية للترفيه. ولكن من دون أن ننسى أنه فيها أجيال قادمة تحتاج كذلك إلى الاستمتاع بهذه الموارد، هذه واحدة. الثانية، الهدف الثاني اللي هو الحفاظ على التنوع البيئي، بمعنى أنه الإنسان دائما مثل ما ذكرت أنه جشع وأناني، الله خلقه كذا، هذه جبلته، فلا يعيش معه أحد ينافسه،